مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج سعادتك معانا. سعدنا ان ارحب بضيوفنا الكرام الاستاذ سامح دريم مسؤول المبادره. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ سامح. استاذ ايناس بندوكا مرشح سابق لمجلس النواب 2020 عن دائره الجمرك. اهلا استاذه. استاذه عزه الهواري. اهلا استاذ يحيى السعان. اهلا بحضرتك. الطفل محمد السعان اصغر عضو في المبادره، مواليد 25/1 عيد الشرطه. اهلا يا ميدو. اهلا، نورتنا النهارده. استاذ سامح دريم، عايزين نعرف من حضرتك النهارده ايه اهداف المبادره؟ هي اول حاجه اهداف المبادره، قبل بس اي حاجه انا بحب اعيد على الشرطه المصريه. تمام. كل سنه وهم طيبين، كل سنه والشعب المصري بخير وطيب. اهداف مبادرتنا هي حب الوطن. هدفنا اللي احنا نوصل لأي حد موجود بيحتاج أي مساعدات، في لو في أي مشاكل بنوصل صوت المواطن للمسؤولين للجهات التنفيذية. بالنسبة لنا بننزل الشارع مع الناس، نشوف الناس محتاجة ايه، نشوف الناس مشاكلها ايه، نحاول على قد ما نقدر نحل المشاكل اللي بنقدر عليها مساعدات الناس. بنقف جنب البلد، بنخلي فريق المبادرة بتاعنا بيكون موجود دايما بالتواصل مع الناس لأي مشكلة. دايما بنحاول نخلي المساعدات الإنسانية توصل للناس للي يستحقها. تمام يا فندم. وعنوان حلقتنا النهاردة بتكلم عن حب مصر. أستاذة إيناس بندوكا، إيه اللي شدك للمبادرة وانضميت إليها؟ خدمة الشعب، اللهم لا نفاق ولا رياء ولا سمع. تمام. الخدمة لوجه الله تعالى. الخدمة لوجه الله تعالى. اللهم لا نفاق ولا رياء ولا سمعة. مساعدة المواطن المصري البسيط. أستاذ سامح، يعني مفيش مشكلة بنتعرض ليها إلا ما ربنا بيقدرنا، ومعنا مجموعة تانية طبعا في المبادرة، فريق كبير جدا من اللي هو بيحب مصر وبيخدم لوجه الله تعالى. يعني مفيش مشكلة الحمد لله بنتعرض لها غير وبنحلها وربنا بيقدرنا. ربنا يعينك. الله يخليك. استاذ يحيى، كنا عايزين نعرف من حضرتك المبادره دي في منطقه الجمرك بس ولا في اسكندريه كلها؟ لا، على مستوى اسكندريه حضرتك. يعني على مستوى البلد كلها؟ البلد كلها. تمام حضرتك. استاذ سامح، كنا عايزين نعرف من حضرتك انت بتقبل اي تبرعات بالنسبه للمبادره ولا حاجه زي كده؟ لا، المبادره بتاعتنا ما بنقبلوش اي تبرعات من اي حد، ما بنلمش تبرعات من حد، لان احنا مش جهه مشهره عشان نلم تبرعات. احنا مجموعه فريق بنحب البلد دي، فاحنا بنجمع دايما من بعض. اما بنعوز نعمل حاجه بنجمع من بعض، اللي احنا ننزل الشارع هنعمل حمله توعيه، بنجيب كمامات، بنعمل اي حاجه، فاحنا بنجمع. محمد بيجيب من مصروفه، استاذه ايناس بتطلع جزء، من استاذه عزه، استاذ يحيى، معانا فريق طبعا كبير معانا، بنجمع من بعض وما بناخدش اي. مفيش اي حد بيدعم حضرتك طبعا؟ لا 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 خالص يا فندم. طب حضرتك لما بتنزل الشارع بيقابلك اي مشاكل بالنسبه للمبادره؟ بالنسبه لنا عشان احنا دايما بنكون بنخدم المواطن، فالحمد لله لما بننزل الشارع الناس بترحب بينا كويس. الناس دايما بتقف معانا. لما عملنا حمله التوعيه ونزلنا بيها الشارع فالناس كانت مرحبه بيها، بنوقف نوعي الناس، فالحمد لله ما بنلاقيش اي حاجه من دي خالص. تمام. ده حاجه. هذا ده مثال جيد نعتز بيه، وده حاجة كويسة ومشرفة للبلد ولمصر كلها، ونتمنى الناس كلها تقف جنب بعضيها يا رب يا رب، ونكبر وكله يقف جنب البلد يا رب يا رب. في فيديو يا فندم مع حضرتك.
اه موجود فيديو. طب هنشوف الفيديو يا ريت تعرفنا عنه. تمام يا فندم. ورجعنا لكم تاني ومكملين ومعانا استاذه عزه الهواري. اهلا بحضرتك يا استاذه. اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم. استاذه عزه عايزين نعرف من حضرتك ايه نشاط المبادره وايه اهدافها بالنسبه لك؟ بالنسبة لنشاط المبادرة وأهدافها إنها أساسا لخدمة المواطن السكندري وحب مصر. بالنسبة لفريق المبادرة بيبقى متواجد أساسا مع الناس في الشارع لحل مشكلاتهم. أيضا إحنا بنوصل صوتهم بالجهات التنفيذية. أيضا المبادرة بتعمل على حل مشكلات القمامة وحل مشكلات الصرف الصحي وغيرها. وتعمل أيضا بتعمل المبادرة بتعمل حملات. حملات توزيع بطاطين، توزيع ملابس، حملات تبرع بالدم، بتعمل أيضا توزيع أغذية، تطهير المستشفيات والشوارع، بتعمل أيضا توزيع كمامات، توعية المواطن ضد فيروس كورونا وهكذا. أستاذ سامح عايزينك توجه كلمة للشعب بالنسبة للمبادرة. أنا أمنية حياتي طبعاً إن المبادرة دي تبقى موجودة في على أرض مصر كلها، كل شباب تجمع بعضها، كل ناس بيحبوا البلد دي يجمعوا بعضهم يعملوا مبادرة زي كده. مش لازم تبقى مبادرة تطمن إحنا جنبك، ممكن تبقى أي حاجة تانية، المهم يكونوا بيحبوا بعض، يكونوا بيحبوا البلد، يبتدوا اللي هم يجمعوا نفسهم ويشوفوا البلد ناقصها إيه، إيه الحاجات اللي هي المفروض تتعمل إيجابية للبلد يعملوها. دايما احنا بنحاول على قد ما نقدر مساعدتنا للناس هي مش بتبقى مننا الحاجه، هي طبعا بتبقى حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. خدمه الناس دي بتبقى حاجه ملهاش حدود. دايما احنا بنحاول على قد ما نقدر نعمل لبلدنا حاجات كويسه، لان هي بلدنا تستحق اكبر من كده بكتير. استاذ سامح، في مشاكل قابلتك في المبادره من خلال الفتره اللي عدت؟ لا الحمد لله، احنا دايما عشان احنا ما يعني احنا لا ننتمي لاي احزاب، لا ننتمي لاي جمعيات اهليه، احنا ناس بتحب البلد، مجموعه بتحب البلد، ملناش اي اهداف، ما حدش فينا عاوز يوصل لحاجه معينه، هو كل يعني توجهاتنا اللي احنا نوصل لبلدنا بصوره كويسه. استاذه عزه الهواري، تحب توجه ايه برضك للشعب بخصوص المبادره؟ انا بحب اوجه الاول بشكر وائل بي ابو السعود، بشكره لدعمه للمبادره، مبادرتنا مبادره اطمن احنا جنبك المجتمع المدني، وبشكره كمان عشان منحني دور مسؤوله في الحمله الرسميه لدعم الجيش المصري، ومنحني ايضا دور مسؤوله بالحملة الرسمية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنحني دور مسؤولة بالحملة الوطنية في حب مصر. بشكره جدا، وبشكر كمان أستاذة سمية اللفات لدعمها للمبادرة، وبشكر أيضا دكتور الأديب الكبير دكتور طارق موسى سفير السلام العالمي لدعمه للمبادرة، وأيضا المستشار علي الشرقاوي لدعمه للمبادرة، وأيضا دكتور فرحات عبد العزيز غنيم لدعمه للمبادرة من ألمانيا. أستاذة إيناس، تحب توجهي برضك للمبادرة؟ أنا بحب أوجه الشكر للأستاذ عبد الفتاح السيسي الأب لكل المصريين، لأن لولا السيد عبد الفتاح السيسي ما كانش هيبقى فيه أمن وأمان، ولا هنعرف ننزل ولا نروح ولا نيجي ونقف براحتنا. وبحب اوجه الشكر للشرطه المصريه وللجيش المصري وللشعب المصري طبعا. تمام يا فندم. استاذ يحيى، يحب يوجه ايه برضه لينا؟ للسيد عبد الفتاح السيسي وشعب مصر كله، ولقيت كل الناس تقف بقى جنب بعضها عشان البلد تمشي. وانا عندي كلمتين. في سلام وامان. استاذ ابراهيم. طب مين يوجه لنا ايه في المبادره؟ تحيا مصر. تحيا مصر. جميل جميل. استاذه عزه، تحب تقول ايه؟ احنا فريق المبادره بنتمنى ان احنا نقابل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله المقابله الجايه. يا ريت طبعا. ان شاء الله. والدعم منك برضه ان شاء الله، ودعمه للمبادره. ربنا يوفقكم دايما لحب مصر ولحب الخير. استاذ سامح، عايزين نعرف انت ابتديت المبادره ازاي وامتى؟ هي المبادره انا شغال بقالي اكتر من 4 سنين شغال في خدمه المواطن، بحب مساعدة المواطن، فابتدينا جمعنا الفريق نوصل لهدفنا اللي احنا نخلي الفريق
طيب في مداخله تليفونيه ونكمل تاني مع حضرتك. تمام اتفضل يا فندم. الو 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 مساء الخير يا فندم. ايوه استاذ حماده. الو استاذ حماده معاك يا فندم. سامعك. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احب اتوجه بس بالتحيه للاستاذ سامح واستاذ ايناس وكل القائمين على المبادره، واولا واخيرا بتقدم بالتهنئه للسيد الرئيس ومناسبه عيد الشرطه وكل قيادات الشرطه، وكل عام ومصر كلها بخير. انت طيب وحضرتك بخير. معاك يا فندم. اتفضل يا حماده. اتفضل يا حماده اتكلم عن المبادره. بالنسبه للمبادره طبعا احنا المبادره ما لهاش اي تمويل. تمام. اول ما اشتركت مع الاستاذ سامح والفريق اللي معاه، الناس كلها بتحب الخير. استاذ سامح انا بحب القبه باسد دائره الجمرك. المبادره كلها قايمه على مساعده الشارع السكندري في توصيل مشاكله للمسؤولين. يعني احنا ما بنشتغلش لوحدنا، كل شغلنا بمساعده الاجهزه التنفيذيه. تمام. احنا ما الا همزه وصل بين الشارع السكندري والاجهزه التنفيذيه. ونتمنى من الله ان المبادره تتعمم على جميع انحاء اسكندريه. شكرا استاذ، شكرا استاذ احمد وتشرفنا بمكالمتك. احنا استاذ سامح عايزين نعمم المبادره على مصر كلها. انا اتمنى من كده اللي هي يعني تتعمل. بس يا ريت حضرتك توضح لنا وللساده المشاهدين، حضرتك ابتديت ازاي ووقفت ازاي ودعمت بعض ازاي لما وصلت للمرحله دي؟ والله انا مواطن مصري بسيط خالص، بحب بلدي. لما بشوف وانا ماشي في الشارع بشوف كمامه فبصورها ببعتها للشركه. الشركه شكرا طبعا مشكوره. الجهات التنفيذيه عامه في اسكندريه كلها على راسهم السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه، وبشكر طبعا استاذ امير عمار غرفه طوارئ اسكندريه. دي غرفه موجوده على الواتس فيها الجهات التنفيذيه، اي مشكله احنا بنحطها هناك المشكله بتتحل على طول الحمد لله طبعا. فانا مواطن مصري ما بلاقي في مشكله بحاول اتصل بالناس، الناس بتحلها. لو كل واحد في مصر عمل كده، لو كل واحد في مصر لقى حاجة المفروض هي دي مش مكانها وابتدى يوصل للناس، هي هتتشال، بلدنا هتبقى نظيفة، بلدنا هتبقى حلوة. أهم حاجة الناس تحب بعض. تمام. احنا والله عمل جميل وكويس، ونتمنى من كل الشعب بردك كل واحد يحسن من نفسه ويبدأ بنفسه. يا رب طبعا. يا رب. استاذة عزة تحب توجهي؟ كنت عايزة تقولي حاجة. لا، هقول للشرطة كل عام وانتم بخير، ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، والجيش مصر وشرطة مصر وشعب مصر كل عام وانتم بخير. في فيديو طب نشوف الفيديو كده ونرجع تاني. تمام. تحيا مصر، ورجعنا لكم تاني ومكملين. ماشي قول يا حمد. قرب شوية عشان الناس تسمع. وكنا احنا بنحب مصر وتحيا السيسي. ما شاء الله. تحيا السيسي. ما شاء الله. استاذ سامح، كنا عايزين نعرف من حضرتك مين بيساعدك في حل مشاكل الناس؟ احنا حل مشاكل الناس الجهات التنفيذيه اللي موجوده في محافظه اسكندريه كلها زي ما قلت لحضرتك، على راسهم محافظ اسكندريه هو حد نشيط جدا، شغال في اسكندريه، ما بيقعدش في مكتبه، دايما في الشارع، دايما بيعمل حلقه تواصل ما بين المواطن المصري وما بين الجهات التنفيذيه. انا عن نفسي لما ببعت له شكوى على رقمه الخاص على الواتس مشكورا، المشكله بتتحل. هو ما يعرفش انا مين، هو رقمه موجود، اسكندريه كلها معاها رقمه. هو بيرد، بيخلي الجهات التنفيذيه اللي موجوده بالمحيط بتاع المشكله اللي انا ببعتها له بتتواصل معايا. لسه من حوالي يعني اسبوع او حاجه تم التواصل معايا من مكتبه، بيفضلوا دايما بيتابعوني. ما بيبقى في مشكله. في صور معانا على الهوا هي. طبعا. يا ريت حضرتك تنوع عنها. اتفضل استاذ سامح. دي كانت حمله تبرع بالدم كنا عاملينها من وزاره الصحه طبعا، مشكوره طبعا. دايما بنحاول على قد ما نقدر يعني نعمل حاجه للبلد. دي حمله توعيه كان فيها توزيع كمامات ومنشورات للوعي. دي جوامع
بنطهر المساجد، كل المساجد طبعا اللي موجوده بنحاول نطهرها. دي برضو التوعيه كانت موجوده في المنشيه وفي الجمرك في بحري. دي توعيه الناس، دايما بننزل نكلم الناس، خلي بالكم يعني دايما احنا بنحاول على قد ما نقدر نوعي المواطن بالنسبه لفيروس كورونا. تمام، دي كده برضو انا بشرح للناس، مش اللي احنا بننزل نوعي الناس بس، لا احنا بننزل ونكلم الناس، مش بنوزع كمامات بس، لا ده احنا دي عمليه تطهير في ميدان ابو العباس. دايما احنا بننزل بنكونوا موجودين في الشارع دايما، فريق العمل كله طبعا مشكور كله بينزل دايما في الشارع قبل مني طبعا، هو بينزل يعني فريق العمل اللي موجود معنا هو قبل مني طبعا. انا بس حابب برضو اتكلم على فريق العمل، استاذ محمد السيسي، استاذه شيماء شعبان، برضو استاذه هدى حسني. انا برضو هو فريق كبير، فانا برضو مش عاوز يعني انسى حد، هم كلهم بيحبوا البلد كلهم واستاذ طبعا مستر امير عمار طبعا هو يعني الدعم الوحيد ليا في المبادره دي، هو استاذ امير عمار دايما بيقف معانا، دايما بيحاول يبقى متواصل معانا دايما لحل اي مشكله. تمام، بصراحه حضرتك استاذ سامح ما خليتوش لاماكن خاصه ولا اماكن حكوميه لما رحتوها، الحمد لله ظبطت. تتمنى يا استاذ سامح في المبادره في الوقت في الفتره اللي قابله ان شاء الله؟ انا طبعا بتمنى الدعم الكامل من اجهزه الدوله للمبادره دي، حد يعني يحاول يعني طبعا امنياتنا طبعا فريق المبادره كله نقابل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شرف لينا طبعا اللي احنا نخلي المبادره دي فعلا تكبر، البلد كلها تبقى موجوده تحت مسمى بعيد عن اي حاجه، بعيد هي في حب مصر، احنا عاملين حاجه في حب بلدنا. تمام، طيب مفيش اي صعوبات في اي مشاكل قابلتك في الشارع؟ والله دايما دايما عشان احنا بنبقى بنعمل خير، فالحمد لله رب العالمين الناس بتقف معانا. ممكن تلاقي يعني لازم تلاقي طبعا حد بيبقى مش حابب اللي انت تعمل حاجه كويسه، اكيد في حد برضو بيبقى دايما بيبص ما بيلاقيك بتعمل حاجه كويسه بيبقى عشان انت مالكش هدف، فدايما اكيد بتلاقي، بس الحمد لله معظم الناس بتدعمنا. انا بشكر طبعا كل الناس اللي بتدعمنا، كل الجهات التنفيذيه، كل حد في الدوله بيقول لنا كلمه حلوه. الدوله طبعا احنا نزلنا الشارع من غير على فكره من غير ما نستاذن حد، بس طبعا هم اكيد عارفين ان احنا بننزل الشارع، محدش اعترضنا خالص ولا اي حد من الامن كلمنا ولا حد قال لنا انتوا بتعملوا ايه، طبعا احنا الحمد لله بنعمل حاجه للبلد. فانا أكيد بشكر اجهزه الدوله كلها. اكيد طبعا، والله حلقتنا النهارده كانت جميله وممتعه ونتمنى الدعم للمبادره، ونتمنى من كل واحد وكل مواطن يقف جنب بلده. يا رب. بتحب توجه ايه في اخر الحلقه للشعب؟ انا بوجه للشعب المصري، بلدنا حلوه، بلدنا جميله، مفيش احسن من البلد دي والله. احنا دايما لازم نحس بقيمه، احنا شايفين الدول اللي حوالين مننا واللي جنب مننا عامله ازاي، حافظوا على البلد، خافوا على البلد، وعوا الناس، دايما خلي عندكم ايجابيه للبلد، خلي دايما عندكم امل في ربنا سبحانه وتعالى، ثم في القياده السياسيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي حد شغال كويس قوي، حد شغال يعني بيعمل طاقه ايجابيه جامده، بيروح كل حته عشان يخلي البلد دي احسن بلد في الدنيا. وانا اتمنى من الشعب المصري يدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة، لازم نقف معاه في كل حاجة عشان احنا بنحب البلد دي وهو بيحب البلد دي، فاحنا بنتمنى ان كل الشعب المصري يحب البلد، تراب البلد ده يحبها. بنشكر مؤسسين الحملات، حملات الجيش الحملة الرئيسية لدعم الرئيس السيسي، كلهم بيدعمونا، احنا بنشكرهم كلهم. تمام، والله سعدنا بكم في الحلقه النهارده، استاذ يحيى واستاذ ايناس، استاذ عزه، استاذ سامح، شرفتونا نورتونا النهارده، والحلقه كانت جميله، واحنا وبنشجعكم وبنتمنى من كل المسؤولين وكل اللي بيسمعونا دلوقتي ان هم يدعموكم ويشجعوكم على كده.
شكرا. وحلقتنا النهارده كانت جميله وممتعه والله بوجودكم معانا. ربنا يخليكم يا استاذ ابراهيم. شكرا شكرا شكرا, شكرا. والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله ان شاء الله.